اسم الولاد عبد الحق، كنسكن عندي محل تجاري مطعم ديال السمك وفواكه البحر من مدة 22 سنة. وكاين واحد الانسان كيسكن في الطبق الرابع، الرقم ديال لابال الشقه ديالو نمره 8. الام ديالو مهاجره بالديار الألمانية، وهو مريض مده 18 سنه. ومن ذاك الوقت ديالو فاش كيمرض كتجي السلطه لهنايا كيحاوروا معاه، كيدير المشاكل للجيران وداكشي كيدير لهم المشاكل وعندهم ضرار من جهته. ملي كتجي السلطه كيحاولوا معاه، كيديوه للسبيطار، كيدوز واحد اللحظه قليله وكيخرج. البارح دار لنا مشكل كبير، هرس لي انا الجاج ديال المطعم ديالي، والناس اللي ساكنين في العماره ما كينعسوش لا ليل لا نهار، ولادهم كيسادين عليهم، والعيالات ديالهم حتى هما كيتخوفوا ما كيخرجوش، وكيبرزطهم لا بالليل لا بنهار. ودينا للسبيطار على اساس باش يشدوه يتعالج. الناس السكان ديال العماره ملي وصلوا للمستشفى قالوا لهم هذا السيد راه مريض، وجات وداتو السلطه، بس السلطه قدمتو لهم ومعاه الجيران ديال العماره. الجواب اللي قال السكان انا ما يمكنش ليا نشدو لان المستشفى ما كايناش البلاصه. انسان مسؤول واحد الطبيب ديال تما هو اللي قال لهم ما يمكنش ليا نشدو، قال لهم بان راه السبيطار عامر ما كايناش البلاصه. الناس جاوبوا قال احنا راه عندنا ضرر كثير، راه ما يمكنش لينا نديوه، لان لا دينا راه ما كاينش، راه ما كاين لا عائلته لا والو، راه هو ساكن في الشقه بوحدو. قال لي لا ديو، قال لي لا ديو، انتوما ديروا لي ترونسفير سبيطار اخر. قال لي لا ديو، انتوما لطيط من الليل. الطبيب هو اللي كيقول هذه الهضره هذه. ناقص واحد السيد مسكون قال لي لا، قال لي راه ما نديوش حنا، راه كتبقى الا صيفطي ولا خليتيه يخرج راه انت المسؤول عليه، كتبقى انت المسؤول عليه، المسؤوليه عليك الا وقعت شي حاجه انت المسؤوليه عليك. فعلا كتب لهم واحد لوردونونس، قال لهم هاد لوردونونس هاهي شريو لي الدواء، وها كيفاش تعطيه الدواء، الوقت ديال الدواء، التوقيت كيفاش. قال لي وحنا كيفاش، حنا راه ماشي عائلته، ربما نعطيو شي حاجه اللي حنا ساكنه في الناس ساكنين في العماره. ملي عطاهم لوردونس قال لي شريو لي الدواء راه ما نشدوش، قال لي حتى حنا راه ما نديوش، خلاوه ليهم الصباح، هو جا هنا، هو كاين هنا، هو طلقوه، هو كاين كحول طالق. دخل عندنا للقهوه شي ثلاثه المرات وخرج عاوتاني بعد الحادثه، دخل شي ثلاثه المرات، كل مره واش باغي، مره يقول لك اعطيني هذه، مره اعطيني هذه، مره فهمتي. والمره ديال البارح هرس لي الجاج، ربما ثاني لا تحيد ليه ذاك لادوس ديال البره اللي عطاوه، راه ربما يدير غادي يدير شي حاجه اخرى. كاين حتى واحد مول الحلبه حدانا مهرس لي توا الجاج ديال الثلاجه ديال دانون، وهذا الشيء راه كل شيء، وهذا الشيء راه قديم، راه كل مره كل مره كيوقع هذا الشيء، والسبيطار ما كيشدوش، كيدير معاه واحد الاجراءات خفيفه وكيطلقوا ما كيشدوش. انا بغيت نوجه لهاد الناس، هاد السيد راه مريض، راه خيشدوه، فخد السيد خصو يشدوه عندهم، خاص هاد الناس مسؤولين على هاد المرض هذا، خصو يشدوه عندهم وتيعرفوه يتعالج. وملي عرفوه يتعالج يعيطوا على شي ناس، ولا يعيطوا على السلطه ويقول لهم هاد السيد راه برا، ويعطيهم واحد لاتيستاسيون ويقول لهم بان ماشي يلحقوا يطلقوه ويخليوه ثاني يرجع كما كان، ويرجع ثاني ما يخليش الجيران ينعسوا وما يشوفوا لا نعاس لا نهار. كاين اللي خدام في شركه، كاين اللي خدام كيبغي ينعس في الوقت ويفيق في الوقت، ويبغي يخرج ولادو للمدرسه. الناس عيات من هادشي، راه مده طويله، ماشي مره ماشي جوج. والقيد عارف هادشي، والمقدم اكثريا المقدم راه قدم من القيد، القيد لان غادي يكون مبدل، هنا كاين قودات دازو، غادي يكون المقدم اللي عارف. كل مره كتجي الصافيت ديال البولوش، كتجي الصافيت ديال القوى المساعده كيحاولوا معاه كيديوه، ولكن كيرجع ما عرفتش واش كيرجع، واش كيداوي ولا كيطلقوا. هما ملي دينا البارح قال لك لا ما نشدوش، حتى السكان قالوا لي حتى حنا راه ما نديوش، هو يعمر لهم اوردونونس، قال لي ما كيشريو لي الدواء، وكيفاش ديروا لي الدواء هالوقيته اللي تعطيو الدواء؟ قال لي واش حنا عائلته باش نعطيوه؟ حنا ما عندنا، كل واحد راه مسؤول على ولاده ومسؤول على راسه. انا واحد من الناس اللي ساكن في هذه العماره هذه، الرقم ديالي 5. انا من هذوك الناس اللي داو هذا السيد للسبيطار البارح، دينا، ولكن هذوك الناس الاخرين ما بغاوش يشدوه، قال لك ما عندناش بلاصه. وملي ما يشدوش هذوك الناس شكون اللي غيشدو؟ هاد السيد ما عنده لا عائلته لا والو، تيسكن بوحدو، امو ما كايناش معاه، امو برا، دونك هاد السيد ما كاينش اللي يتحمل المسؤوليه ديالو. يتكرفس على الجيران، يتكرفس على السيد نيت مول المحل اللي تحت منا، مهرس ليه الجاج،
جاو الناس جاو الكوميساريه داروا محضر ديالهم، جا القائد، جاو الناس تكلفوا به ومشينا معاهم حتى لحقنا لتما للسبيطار، ولكن هذوك الناس ما بغاوش يشدوه. معاناه سيدي ما كيخليش الدراري الصغار يطلعوا يهودوا في ترانكيل. المراه الا بغات تهود خصو يهود راجلها، وإلا ما كاينش هاد راجلها تبقى في الدار، الا خاصها بصله ولا خاصها حتى شي حاجه من الزنقه تبقى تدور في راسها تسنى الراجل. والناس راه خدامين، كل واحد عنده غرض ديالو، كل واحد عنده مشاكل ديالو. شحال مدة ديال المعاناة السي فاسيلي؟ ايوا راه اكثر من 18 عام دابا واد السيد بحال هكا، راه كل عامين عام ست شهور سميتو كينوض تيدير بحال هكا. دابا السيد مشى دق ليه برا ولا ما عرفت شنو هو، جاني جا الصباح بالربعة الصباح حطاتو التاكسي هنا بوحدو، ما كاين حتى شي واحد. واش هما اللي خرجوا شبروا ليه التاكسي ولا الله اعلم؟ المهم صبحاتو التاكسي هنايا. راه سمع على حساب هذا السيد، انا جارو تنسكن اونفاس معاه، وهذا السيد راه ما تيخلينا نعسوا لا ليل لا نهار، حتى لدرجه تيهز الحليب يكبوا عليه الخبيط ليل ونهار، حتى لدرجه انا هزيت وليداتي وديتهم للبلاد اخ خوف من هذاك اللي يضربهم ولا يدير ليهم. عند حين المراه ما باقي صغار، لانه والله عندي واحد تيقرا في الثالث وواحد تيقرا في الرابع، عندي بنيه تتقرا في السابع ما بقيناش تنعسوا بالليل لا بالليل لا بالنهار، لانه كاين الخبيط، كاين دلائل على الخبيط ماشي تندويوها وكاك، لانه كاين الصوار كاين الخبيط. ولكن السيد راه حنا بغيناه يمشي يتعالج وبغيناه يمشي يداو، ما باغي نضروه بحتى شي حاجه، خلي تنطالبوا دابا هو انسان يديوه يعالجوه، والساكنه راه تيروض فين واحد الرعب، راه ما بقى لا ليل لا نهار، ما يمكنش لك تنعس، ما يمكنش لك تعوس وسط الخبيط وبالليل وبالنهار، ما هي راه المستحيل باش تعيش مع السيد. نوضا درجه نكب عليه الحليب ضالون ولا تيكبوا عليه ولا تيبول في الدروج، لانه راه تيشكل لنا واحد الخطر كثير. هذيك الفيديو اللي كنت جبتي تقبل دابا تجبدوا سمعوا لي غير في لا داعي اننا نشوفوا الفيديو، فقط غير نسمعوا لنا الصوت. هذا هو الخبيط تاعو تسمعوا، هذا هو الخبيط بالليل وبالنهار. هذا كنتي صورتيه من مورا للمنزل؟ من الداخل، لان هو في دار وتيخبط وانا في داري، حيت من القرب الساكنه انا اونفاس معاه بارطما، حيت انا بارطما السبعه، ولكن بيناتنا دخلت تهدرو بيني وبينو، انا تيشوف فيا ولا تنشوف في السكن تاعو، انه هنا هو المضرر وقريب ليه. شنو هي الرساله اللي بغيت توجهها؟ بغيت نوزع الانسان يجيو يديوه يداوي لوبيطال باش يداوي، وحنا اللي تنطالبوا منها هي اللي يداوى هذا السيد هذا، حيت راه ما يمكنش يديوه يداوي ويجعل الله خير، ما يمكنش يبقى ساكن هنا مروض فينا واحد الرعب. وبوحدو ما كاين، تقدر ربما يشنق راسو يقدر يرد يقتل راسو، حين هو بوحدو بارطمات ما معاه حتى شي واحد، حيت راه تيشكل خطر يطلق البوطه بزاف د الحوايج تنتعرضوا في هذا الموبل، حين ما بقاش الخوف. انا لدرجه كما قلت لكم راه هزيت ولادي وحيدتهم منه، بس الله يستر لا كان شي عافيه وكان شي حاجه، راه اي حاجه يقدر يديرها، راه تصاب الله. هو عنده بارطمات عنده الكراج، ولكن ما كانش كراج يتلاح هو من الشر، حين ما بقاش السيد شاعر ما بقاش عاقل، ولا تيبول تحت حوايجه وكل شيء تيديرو تحت، لان ولا تيشكل علينا خطر. تنتمنى وان شاء الله يجيو يديو سبيطار يتعالج، هذا الشيء اللي تنتمنى. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العداله.